مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحيه صباحيه عابره نزف لكل المتابعين له في اينما كانوا. سعود اوقات المغرب، نقول لكم صباحكم مبارك سعيد وكل يوم والبركات باذن الله تعالى وبركته، والجمعه مباركه نتمنى لكل اوفياء قناه الشعب اينما تواجدتم سواء داخل المغرب او خارج المغرب. نحييكم ونتمنى لكم صباح مبارك سعيد باذن الله تعالى وبركته. فدائما كما عودناكم نحاول قدر الامكان ان نقربكم يعني من كل الاجواء الصباحيه المختلفة، شوارع العاصمه السوسيه وايضا مختلف الاحياء الشعبيه بالمدينه. فتحيه للجميع، وكنتمنى ان شاء الله انكم دائما تكونوا كتقضيو معنا اوقات ممتعه ان شاء الله يا رب. فدائما شعارنا هو تقريبكم لكل صغيره وكبيره بمختلف ربوع المملكه وبمختلف المدن المغربيه. الاجواء الصباحيه هنا بمدينه جدير اجواء بارده للغايه في هذه الصبيحه، و الجو صراحه رغم البرود صراحه اجواء رائعه جدا وجميله في نفس الوقت. نتمنى يعني ان ايضا الناس يعني يتفاعلوا معنا من خلال يعني هذا اللايف المباشر، وقلنا يعني كيفاش دايره الاجواء في المناطق اللي موجودين فيها كثافه، سواء الناس ديال الجاليه المغربيه المغربيه المشاركه او ايضا لاحبتنا في كل المدن المغربيه. فاحمد السكدالي، صباح مبروك، صباح الخير اخي احمد، تحيه لك، تحيه متبادله اخي الكريم. ايضا فكانت ايضا الناس يعني ردوا البال، فكاين يعني نزلت البرد يعني بشكل قوي في هذه الاونه الاخيره، يعني العديد من الناس يعني كتصيبهم نزلت قويه نظرا بطبيعه الحال يعني الاجواء المتقلبه، فالحاله الجويه متقلبه جدا مختلفه يعني كيكثروا نزلت البرد بواحد الشكل رهيب جدا واحد الشكل قوي. الناس تاخذ الحيطه والحذر ديالها، لان يعني في هذا فترات مختلفة تكتور يعني نزلت البرد. ولد العرايش من العرايش، تحياتي لك اخي، شكرا لك على المتابعة ديالك وعلى الوفاء ديالك، كنحييك ونتمنى لك صباح مبارك سعيد باذن الله تعالى وبركاته. سمير نصيحة الله يبارك فيك داك ميميت اللي سيسوهم مالين ماشي زوجتي، فدائما غير يعني لأن على فرع المغرب يعني الجالية المغربية اللي تقرب دائما للأجواء تمازير للأجواء لأن صراحة كما كنقول دائما كاين الناس كتر ديال الجالية المغربية كيطلبونا بكثافه باش اننا كل مره ندير لهم لايفات مباشره وجولات يعني من مجموعه من الاحياء مجموعه من المناطق المختلفه. هذا الشيء اللي كيخلينا دائما باش اننا نديروا هذه اللايفات المباشره بدون مقص وبدون لغه خشب. مجموعه من المناطق والعرايش كيقول الجو بارد جدا بمدينه العرايش، تحياتي لك اخي الكريم، شكرا
لك شكرا ايضا لجميع الناس اللي كيتابعونا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنقول لكم صباحكم مبروك ان شاء الله تسير يا رب. باذن الله تعالى هناك مختلف الازقه ومختلف يعني الجروب في هذا الحي اللي هو احد الاحياء المعروفه بمدينه قدير، احد الاحياء الشعبيه بامتياز كما تشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر في الاغلب ديال الشوارع. ف كاين يعني واحد السكون واحد الهدوء مريب في هذه المنطقه كما كتشوفوا شوارع خاليه. صهيب علي صباحك فل وياسمين، وانت ايضا صباحك صباح نور والتيسير ان شاء الله. صهيب علي تحياتي لك اخي الكريم، شكرا لك، تحية ود واحترام لكل المتابعين الاوفياء فيما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنحييكم وكنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله يا رب. فالاجواء اجواء بارده جدا هنا بمدينه قدير بمختلف الشوارع بالمدينه، فتحيه للجميع وكنتمنى ان شاء الله دائما انكم تكونوا في احسن الاحوال. فالهدف كما نقول دائما هو تقريب الناس يعني من الاجواء وما يقع في شوارع المدينه الصريحه. مجموعه من المناطق يعني كاين الناس كما قلت يعني الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كيشتاقوا للوطن ديالهم، كيشتاقوا مجموعه من المناطق باش يشوفوها. فهذا الشيء علاش دائما كنقوموا بهذه الجولات الصباحيه لان يعني مراره الغربه والبعد عن الوطن يعني لا يضاهي اي الم. فصراحه كاين الناس اللي 5 سنين او 6 سنين ما جاوش يعني المغرب وبالتالي فكيبغيو يشوفوا الاجواء ديال المغرب ويشوفوا الاجواء ديال الاحياء الشعبيه وكل المناطق في مغربنا الحبيب. تحيه للجميع. توريا صباح النور، اختي توريا صباح الخير عليك، صباح الخير على جميع المتتبعين الاوفياء فيما كانوا. نقول لكم صباح مبروك ان شاء الله وبالتيسير يا رب، وكنتمنوا لكم يوم سعيد ان شاء الله يا رب. علي من ليبيا الشقيقة، تحية لك وتحية لكاع أشقائنا الليبيين أينما كانوا. بطبيعة الحال بكل ربوع المعمور تحية للكريم. شكرا أيضا لكاع الناس اللي تابعوا معنا البث المباشر. كما قلت فقط يعني ارتعينا باش نقربوا من الأجواء الصباحية هنا في مدينة قدير ومن مختلف الشوارع والأحياء الشعبية. فتحية للجميع وإن شاء الله نلتقي بكم في بث آخر بإذن الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى.